شقيقة ملك المغرب الأميرة حسنة تتعرض لمحاولة اغتيال بالمزرعة الملكية ببوزنيقة. مصادر مطلعة تؤكد لتزيرتشيب الحادثة التي وقعت أول أمس نجم عنها اغتيال عنصرين من الأمن الملكي، مطلق النار على شقيقة محمد السادس من مراكش ويدعى أحمد الفيلالي، ألقي عليه القبض بعد محاولته الفرار عقب نفاذ ذخيرته. التحقيقات في الحادثة جارية لإماطة اللثام عن دوافعها والأسباب الكامنة وراءها. الحادثة تأتي في ظل احتدام صراع داخل العائلة الملكية حول وراثة عرش المخزن. الأميرة حسنة حامت حولها الشكوك بعد اختفاء زوجة ملك المغرب الأميرة سلمى. تسريبات من المخابرات المغربية أفادت بأن شقيقة الملك الأميرة حسنة قتلت زوجته سلمى على إثر خلاف عائلي وغيرة نسائية حول خلافة ابن الأميرة سلمى لملك المغرب بدل شقيقه. ومن يومها تبدي الأميرة حسنة عدم رضاها عن تولي الأمير الحسن بن محمد السادس لعرش المخزن. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.